كان شعور مره رائع جدا. يومين قبل مشروع من ضمن 390 اتوقع من حول كل فريق حول المملكه، وقبل بس 70 فريق وانا من ضمنهم. كان سير جدا منظم، لاحظت في تنظيم، لاحظت في اهتمام في تنظيم الجدول قبل الوصول للهاكاثون. حتى مسجل الرياض اعرف متى ابدا متى انتهي، ولاحظت انه كان عندي بعض الاخطاء في الفكره نفسها عدلتها من ضمن بعض البرامج اللي او الوركشوب خلينا نقول اللي تمت فيه الهاكاثون الصحي، وتم تطوير الفكره على حسب ما تعلمت من الاجواء مره تنافسيه، بيئه خصبه للتعلم، الحماس صراحة يعني لا يوصف. أنا والفريق صراحة كل يوم نواجه مشكلة جديدة، بس يعني ما ينتهي اليوم إلا وإحنا إن شاء الله متغلبين عليها بمساعدة المستشارين. تجربتي جدا جميلة، وفريقي كل تيم واحد، وإن شاء الله نحصل المركز الأول بإذن الله. تجربة الهاكاثون تعد تجربة مثرية بالحقيقة، خصوصا مع وجود المنتورز والمرشدين اللي ساعدونا على بلورة فكرتنا بشكل أكبر. كما نود أن نشكر الفريق المنظمين والجامعة المنظمة للهاكاثون. قاعدين نواجه بعض الصعوبات في الحقيقة، لأنه في بعض الأشياء تعتبر جديدة علينا، لكن إحنا كتيم قاعدين نتعاون فيما بيننا بأثناء وقت الهاكاثون وبعده كمان، بحيث نقدر إن شاء الله نخلص المشروع على الوقت المناسب.